جماهير الكوره مهمه جدا للنادي الاهلي، النادي الزمالك، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، كل نادي جماهيري في الدوري المصري او في الكره المصريه بيحتاج جماهيره في المواقف الصعبه والمباريات الكبيره. لذلك الجهات الامنيه وافقت للنادي الاهلي على حضور 10,000 مشجع لمباراه بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها التاسعه مساء السبت ان شاء الله على استاد السلام في الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات بدوري الابطال. كالعادة شركة تذكرتي هي اللي هتولى بيع تذاكر المباريات، موضوع منظم كالعادة إن شاء الله وتبقى الأمور كويسة. الأهلي دايما بيحتاج لجماهيره زي ما أي نادي جماهيري بيحتاج لجماهيره، بيبقى جزء مهم جدا في قوة أي نادي جماهيري هم هؤلاء اللي على الشاشة، جماهير الكرة، عشان يساندوا الفريق ويديهم الحافز، يديهم الأمور المعنوية المهمة اللي بيحتاجوها لما الريتم بيقل شوية في المباراة أو اللعيبة تسرح أو اللعيبة ما تاخدش بالها من أهمية المباراة. دول اللي بيفوقوهم، دول كمان اللي بيخوفوا الخصم، اللي بيخلوهم أو بيخلي عليهم ضغط كبير جدا. جماهير مهمة لا محال، تأكيد حاجة محترمة جدا إن هم يبقوا متواجدين في المباراة القادمة للنادي الأهلي أفريقيا.